بسم الله الرحمن الرحيم. سنة رابعة دي آخر محاضرة في الهيلث كير، تكملة للجزء اللي أنا كنت اديته لكم في قبل ما نعلق الدراسة. ولكن عنوان الموضوع بتاعنا في الهيلث كير ادمنستريشن هو إن احنا بنتكلم على الفارماسيست رول، وإزاي نقدر نعمل ديفلوبنج للهيلث كير بعد ما عرفنا للفارماسي، بعد ما عرفنا ازاي نقدر نطور الهيلث كير ان ذا هول كيرنج سيستم، واهميه الكيرنج سيستم بدا يظهر اهو وبدا يتكشف مع مرض الكورونا وفي الظروف اللي احنا فيها في مصر دلوقتي وفي العالم. في الفارماسي لما نحب نطورها عشان نطور الهيلث كير سيستم، هول هيلث كير سيستم، في الفارماسي لما حبوا يغيروا الفارماسي عشان يتواكب مع الهيلث كير سيستم، اول حاجه عملوها قال لك عشان نقدر نعمل رينيويشن للفارماسي كوريكولم لابد ان احنا نعمل ونترك نعمل emphasis on the outpatient care and in the patient care outcome and treatment costs. يبقى لازم علشان نعمل رينيويشن اول اهتمام اهتموا بيه في العالم كله كان على لما علموا الفارماسيست او يطوروا الفارماسيست، قال لك لازم نطور دور الفارماسيست في الاوت بيشنت كير، ولازم نطور دور الفارماسيست في البيشنت كير اوت كم، ازاي نخلي الكيرنج بتاع البيشنت اعلى ونهتم بيه ازاي از فارماسيست اند تريتمنت كوست، مع الاعتبار ان خد بالك من ان التكلفة بتاع التريتمنت مش قادرين ينسوها. فالفارماسيست ميشن في الحالة دي بقى عشان اقدر اطور الفارماسيست لازم يكون له ميشن، ان هو نعلمه عشان نطور الهيلث كير، نعلمه انه يعمل دايركت بيشنت كير اند انتر اكشن، ازاي يقدر يعمل بيشنت كير وازاي يقدر دايركتلي اند انتر اكشن ازاي مع البيشنت. يعني they are at the center of balancing between the patient need اللي هم الفارماسيست and the interest of health care system. الهيلث كير سيستم في الجمهوريه كلها او في الكانتري كلها طالبه ايه؟ طالبه good patient care. طب انت عشان تزود ال patient care لازم يكون عندك ال balancing دي. الفارماسي الجول اوف فارماسي education مهم جدا، ان احنا اول حاجه لابد ان احنا عشان يتواكب مع النيو ساينس اوف هيلث كير لازم نديله give practitioners well rounded patient care delivery skills to support direct patient care and they take اللي هم الفارماسيست they take the responsibility for medication therapy through the direct care activity to ensure the appropriate and the effective use. يعني انا لسه متكلم دلوقتي على الكلوروكين الهيدروكسي كلوروكين استخدامه في الملاريا كان معروف، لكن دلوقتي في كلام طلع عن استخدامه في الكورونا، ممكن ينفع في الكورونا او ما ينفعش. لما جيت اتكلمت في الدراج انفورميشن قلت لكم لازم ندور، لما جيت اتكلم هنا لما باجي اتكلم هنا لابد ان يكون له اعلمه ازاي ياخد الريسبونسبيلتي فور ميديكيشن ثيرابي ثرو البيشنت كير او دايركت كير اكتيفيتي تو انشور الابروبريت اند الافكتيف يوز. لابد ان الفارماسيست اللي انا بعلمه اول حاجه من الحاجات الريسنت اللي المفروض نعتمد عليها في تعليمنا للفارماسيست جوه كليات الصيدله هي البايو تكنولوجي عشان نكمل الدور بتاعه على الميديكيشن ثيرابي، means to identify the disease pathology ونعمل developing the drugs to treat the disease process ونعمل treating the patient with drug developed by biotechnology required. علشان احنا لما بنعمل الدرجز مثلا بنصنع الدرج في الاندستري بالنانو تكنولوجي، موضوع الدراج دريفري سيستم والنانو تكنولوجي استخدام النانو تكنولوجي في تصنيع الدوز دي فورم لابد نتبحر فيه عن طريق البايو تكنولوجي. فلابد ان الصيدلي اللي يتخرج يكون عارف يعني ايه بايو تكنولوجي وال
تصنيع الدواء في الخارج ماشي في اتجاه ايه. يبقى لابد ان الفارماسيست يتعلم البايوتكنولوجي ويتعلم مين هو البيشن اللي نقدر نستخدم عليه الدوزج فورم اللي معمول بالبايوتكنولوجي. يبقى البروبر بيشن سكريننج، البريباريشن، الكوريكت هاندلنج، اند البيشنت مونيتورنج بعد ما ندي. عندنا مثل هنا في اميون سبريسنت دراج اللي هو السايكلوسبورين، في موجود منه 2 دوزج فورم مثلا، فور اكزامبل 2 دوزج فورم، واحد باللايبوزومال في اللايبوزومال فورم والتاني تراديشنال سايكلوسبورين. فدلوقتي انا فرق في السعر ما بينهم كبير جدا، ولكن ويتش دراج اللي انا استخدمه ايه، مين هم البيشنت اللي هم لابد ان يبقى لهم سيلكتيفيتي لاني استخدم فيه لايبوزومال فورم من الاميونو سابريسنت ايجنت ده للناس اللي زارعين مثلا. قال لك بص على الرينال فانكشن، لو الرينال فانكشن بتاعت العيان اللي انت هتديله اللايبوزومال فورم ده تعبانه، ده انديكيتد لانك تديله اللايبوزوم. انما لو بيشن عندك with normal renal function يبقى ارجع للتراديشنال فورم العادي خالص عشان ما تخسرش فلوس، لان احنا اتفقنا ان التريتمنت كوست مهمه جدا في تعليمنا للانفورماتيك سورسز. بيرفورم دايركت بيشنت كير سبورتد باي، علشان اقدر اعمل بيشنت كير لابد ان يكون عندي انفورميشن سيستم، لابد ان يكون عندي اوتوميشن، لابد ان يكون عندي روبوتكس، ولابد ان يكون عندي ديفلوبد فارماسي تكنيشن. يبقى اربع حاجات لابد انها تكون عندي علشان اقدر احقق التارجت اللي انا عايزه، واقدر احقق للعيان في الدايركت بيشنت كير. دي مش هتنفع، الفارماسيوتيكال كير والكلينيكال كير والكلينيكال فارماسي لا تصلح من غير انفورميشن سيستم، لا تصلح من غير اوتوميشن، ولازم يكون عندي روبوتكس عشان يسهل لي تحضير الدواء و و و الى الدراج ديستريبيوشن وكده، ويبقى عندي انهانسد فارماسي تكنيشن موجود علشان اقدر اعمل بيشنت كير. اذا لابد اني ارجع للفارماسيوتيكال كير عشان اخلق، وسبحان الخالق العظيم هو الله، بس عشان اطور المهنه بتاعه الفارماسيست ويتواكب مع الويل ديفلوبد هيلث كير، لابد ان يكون في جود pharmaceutical care specialized اللي هو بيبقى ايه؟ بيبقى responsible provision of drug therapy for the purpose of achieving outcome that improve the patient quality of life. يبقى اذا لازم يكون عندي صيدلي متعلم صح في pharmaceutical care عشان يقدر يعمل لي achieving outcome that improve the patient quality of life. ايه هي الاوتكم دي؟ انه يقدر يعمل لي control curing على الديزيز، ان يقدر يعمل elimination reduction symptoms، ان يقدر يعمل arresting و slowing the disease process، ان يقدر يعمل preventing the disease symptoms. يبقى لو حقق الاربع items دول يبقى ده good specialized و good professional في pharmaceutical care، ده اللي هو الفارماسيست. خدوا بالكم انا كل كلامي على ازاي اقدر اعمل practicing للفارماسي تتواكب مع النيو ويل ديفلوبد هيلث كير. لازم اعمل فارماسيوتيكال كير. طب الفارماسيوتيكال كير يعني ايه؟ هي ريسبونسبل بروفيجن اوف دراج ثيرابي فور ذا بيربز اوف الكواليتي اوف لايف انكريمنت للبيشنت. طب عشان احقق الكلام ده ايه هي الاوت كم؟ لازم يقدر يعمل كيورنج والاليمينيشن وارستنج الديزيز. تو كنترول التريتمنت اكسبنسز، الحته بقى بتاع الفلوس، ان ذا هيلث كير بير يوز، لازم احاول وانا جوه المستشفى عشان اكمل العمليه دي ان انا اقدر اعمل كونتراكتنج مع الشركات اللي بتورد لي دواء للمستشفى. لازم يبقى في اجريسيف ديسكاونتنج، يعني يعملوا سبيشال ديسكاونت، لازم يبقى في بروسبكتيف بيمنت، لازم يبقى في كابيتيشن، لازم كابيتيشن عشان اقدر اعمل الفارماسي براكتس صح. to manage and limit the drug use create the formulary، اعمل formulary، لازم يكون عندك formulary في المستشفى. تاخدوها مع الدكتورة سحر حجازي عشان تعرف يعني ايه formulary. لازم تعمل tightly manage formulary with complete drug purchase contract
root protofiled is thought to deliver the most cost effective drug therapy outcome. لازم تعمل selection للدراج in the formula which is only the portion of necessary is. عشان اقدر اعمل برضو pharmacy practicing او practicing للفارماسي جوه المستشفيات واحط فيها صيدلي او صيادله يقدروا يتواجدوا مع النيو ديفلوبمنت هيلث كير، لازم تعمل assessment للتوتال كوست اوف ثيرابي تيكس انتو اكونت drug administration schedule and dosing frequency, the complexity of dosing, storage and preparation cost, the cost of auxiliary services, nursing time, side effects and adverse reaction, the medical monitoring with treatment failure with drug interaction. لابد ان يكون عندي معلومات او فارماسيست يبقى مسؤول عن كل المشاكل اللي قدامك دول، ويكون فاهم ازاي يعمل ستورج، ازاي يحضر الاوكسيلري ديفايس. خد بالك ان في نيرسينج تايم بتحضر في العمليه دي، خد بالك ان في ادفيرس افكت وسايد افكت دراجز كتيره جدا جدا جدا، في تريتمنت فيلير بيحصل زي مثلا الناس اللي عندها كانسر وبيحصل برضو دراج انتراكشن. لازم الفارماسيست اللي هيشتغل ويعمل براكتس في الكلينيكال وارد او في الكلينيكال سيتويشن لابد ان يكون عنده معلومات عن كل دي. وخد بالك من المانجر اوف فارماسي بقى، الفارماسي مانجمنت اند ليدر شيب، عشان تقدر تحقق التارجت ده لابد ان يكون المانجر سينستايز الكلينيكال اند فارماسي سيرفيسز ويز دراج ديستريبيوشن اند جنرال مانجمنت اندر فارماسي كير موديل، ولازم يكون responsible for meeting law and regulation by state and federal. لازم يكون should organize a full spectrum of clinical، ده اللي هو مين؟ المانجر والpatient care والdrug information والdrug preparation والpurchasing والquality review and medication use review. لابد ان يكون المانجر يكون عنده thoroughly knowledge في information. ماشي الكلام؟ طيب عشان اعمل فارماسي صح او ابني فارماسي صح، انا عندي الفارماسيست اللي موجود عندي في مصر بياخد 5 سنين لغايه ما ياخد بكالوريوس، وال5 سنين دول اللي بيتعلم فيهم الفارماسي وبياخد بعديها البي اس سي او البكالوريوس في الصيدله، لابد ان يتعلم بالطريقه اللي انا فهمتها لك في الاول، وبعد كده ياخد حاجة اسمها الفارمي دي. الفارمي دي is a didactic more didactic information and more clinical training. يبدأ ياخد تريننج بقى لمدة 2 سنين والستيت، وياخد كمان states usually required من 10-15 hour of continuing education. يبقى عشان اخلق اوضب صيدلي احضر فارماسيست يقدر يشتغل في البيشنت كير زي ما قلت لك في الاول خالص، يتواكب مع نيو ديفلوبد هيلث كير سيستم بتاع البلد كلها، لابد ان يكون الفارماسيست معاه بكالوريوس صيدله متعلم فيه صح، ومعاه فارمي دي عشان يقدر يعمل كلينيكال تريننج ويخش المستشفى صح، ولازم يكون معاه مش اقل من 15 ساعه من الكونتينيوينج اديوكيشن، وتكون اكريديتد بالنيو كريديت سيستم اللي عندنا. مش هتكلم على الفارماسي تكنيشن تريننج، مش مطلوبه منكم، ولكن المطلوب منكم ان عشان اقدر اطبق الكلام ده لابد ان يكون عندي انفورميشن سيستم، وانا شرحت لكم لابد ان يكون بالديتيل بتاعه مهم جدا في التعليم الفارماسيست. وفي حاجه في البراكتنج اوف فارماسي في الان بيشن فارماسي سيرفيسز، الان بيشن ازاي الفارماسيست بيشتغل جوه الكلينيكال وارد، جوه قسم البطنه او جوه قسم القلب او جوه قسم الجراحه او جوه قسم الكانسر اند سو اون، لابد ان يكون عنده كلينيكال سبورت فور كوريكت يوز اوف دراج واكاونتبل فور الليفل اوف كواليتي اوف فارماكولوجي كير، بارتيسيبيتنج ان ريسورس ديفلوبمنت supporting الايه الامبروفمنت ان كير كواليتي وافيشنت اوف ديليفري،
and should meet the need of patient medical staff and the hospital system. طبعا موضوع كبير ولكن انا بحاول الخص لكم كل اللي موجود علشان نقدر نعرف التارجت بتاع المحاضرة بتاعنا دي، ونكتفي بهذا القدر. وشكرا على حسن استماعكم، وكده يبقى الكورس الخاص بي او الجزء الخاص بي بالهيلث كير يكون انتهى، او to prepare الفارما